من الملفات المطروحة أيضا في المنتدى فكرة الأمن والسلم الدوليين. كلمني أكتر عن الأمن والسلم وعن أهمية إن ده يكون مطروح في منتدى هنا على أرض مصر وتحديدا في سيناء وشرم الشيخ. طبعا يعني وبالتأكيد إذا كنا بنتحدث عن مؤتمر يحظى بثقة دولية للشباب حول العالم، الشباب حول العالم أيضا له اهتمامات متشعبة. العالم الآن يبوء بصراعات كثيرة جدا على أكثر من مستوى، طرح هذه القضية أمر مهم تماما على مائدة المؤتمر. يعني لو بصينا أن النسخة الثانية من المؤتمر الشباب كانت بتتبنى أيضا طرح السلم على نطاق واسع، إحنا المرة دي في ظل عالم متغير أهمية التأكيد مرة أخرى على هذا الطرح بشكل أعمق وبشكل متشعب، بتفرض نفسها بطبيعة الحال في ظل المتغيرات السياسية الكثيرة جدا والاضطرابات الأمنية الحديثة حول العالم بمختلف جوانب.